احنا اليوم متواجدين في جمعية يوسفية للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. غادي ندوي على التجربة ديالي كمنخرطة في كلوب وان مايند. أولا أنا ما نقدرش نوصف لكم الشعور ديالي، واحد الشعور خاص، الفرحة وتخلطوا عليا المشاعر. أولا جينا باش نفرحوا هاد الناس وندخلوا لهم الجو العائلي، واخا هما اصلا راه عائله بيناتهم، فرحانين بيناتهم، واحد 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 العلاقه بيناتهم. ما نقدرش خصكم تكونوا هنا باش تشوفوا داك الشيء بعينيكم. انا فرحانه بزاف. ما دوش الطفوله ديالي حيت ما كنتش نوقف مع الطبيب وداك الشيء، عاد وليت الحمد لله شويه ما كنتش نتمشى كاع. المهم ما عقلتش على الطفوله ديالي نهائيا، حيت ملي تيحتقرك بنادم و تيبقى يعايرك ديك الكلمه ديال العرجه هذيك تتبقى فيا انا. الحمد لله تم تيسير كل الموارد باش اننا نكونوا حاضرين هذا النهار مع هاد الناس، باش اننا نحييو ونفعلوا واحد النشاط او ينصح القول واحد الامسيه رمضانيه معهم ونفطروا معهم مجموعين. نتوجه بخالص الشكر لكل من النادي ديال وان مايند، الائتلاف الطلابي اللي كيسر لنا جميع الانشطه اللي كنحاولوا نديروهم، جامعه محمد الخامس بالرباط وكليه علوم التربيه. ايضا نخص بالشكر الاس او اس جونيس اللي غطت الشباب، حيت وفروا لنا كل ما نحتاج من الموارد باش اننا نكونوا حاضرين هنايا مع هاد الناس. والجمعيه اليوسفيه ايضا حلت لنا ابواب ديالها ورحبت بنا، وشكرا بزاف. المشكل ديالي سبابين طايحه تحت انا الحمام، ملي تحت الحمام صعب ما بقيتش سميتو نتحرك، تردد نعس في السبيطار وفتحت العمليه، ودابا داير الحدد في العنق ديالي، ودابا الحمد لله اللهم لك الحمد، الحمد لله ونشكره. تتكون من تيجيو المحسنين بحال وجهكم نتوما، يجيو المحسنين تيجيبو النشاط تيجيبو الماكله وتيجيبو سميتو كل شي الحوايج لابسي، الحمد لله اللهم لك الحمد، الحمد لله ونشكره. علاش نجي مع هذه الجمعيه؟ نجي اسيدي مع السكنه، الوالد باع الدار باع البلاد ما خلاو حتى حاجه. أنا ما عنني لا المرأة لا الأولاد. اللهم نسقر مع الجمعية وأنا نمشي نعس بالزنقة. يا سيدي رمضان البرايع الحمد لله، الماكلة كاين الماكلة، كاين المحسنين كيجيبوا الماكلة. كيجيبوا الماكلة، كاين الجمعية، كاين المحسنين.